أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ونهنئ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في عامها 18 وهي أصبحت درة التاج في المسابقات الدولية. جزى الله خيرا سمو الشيخ محمد بن راشد على رعاية هذه الجائزة, وجزى الله خيرا أخي الكريم المستشار إبراهيم بملحة رئيس اللجنة المنظمة وإخوان وأبناء والعاملين الذين يحافظون على مستوى هذه الجائزة بل ترتفع أو يرتفع مستواها عاما بعد عام. بوركت يد تعين على نشر ما في كتاب الله عز وجل من خير للناس في نشر الخير ونفع الغير. وإذا قلنا لهم جزاكم الله خيرا فقد أجزلنا لهم العطاء كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد, لأن وقت المحاضرة محدود ويبشر المؤمنين مسألة تحتاج إلى شروحات ومقدمات, لكنني أريد أن أعطي عناوين سريعة, وإن كانت بضاعتي في العلم مزجاة فإني أعتبركم ولا أزكيكم على الله من المحسنين الذين يقبلون من أمثالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الخلل وأن يوفقنا إلى العمل بكتابه وكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم. قد تكونون مستعدين نفسيا للاستماع إلى المبشرات ويبشر. أنا أريد أن أتكلم عن الجزء الآخر المؤمنين, يعني أنا أريد أن أقول من هم هؤلاء المؤمنين الذين يبشرهم الله, ومسألة المبشرات هذه أنتم أعلم بها مني, تستقرؤونها من كتاب الله ومن كلام رسول الله ومن استقراء التاريخ ومن التحقيب المعرفي الذي تمتازون به بفضل الله عز وجل. أولا, هناك في القرآن 89 نداء يبدأ أو تبدأ الآيات يا أيها الذين آمنوا, 89 آية يا أيها الذين آمنوا. أنا سوف أذكر لمحات سريعة من هذه النداءات, وأترك لكم في رمضان وبعد رمضان إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا واجبا على كل واحد منا أن يقرأ الآية ويرى ما فيها من أمر أو نهي, لأن العلماء يقولون إذا سمعت في كلام الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو أمر يؤمر به أو نهي ينهى عنه. يعني أول ما تسمع كلمة يا أيها الذين آمنوا أصف السمع ويعني وافتح آذان قلبك, لأن أنت بين أمر أو نهي. يا إما رب العباد عز وجل يأمرك بأمر حتى تسلك طائفة أو عضوية نادي المؤمنين, أمر تنفذه أو نهي تنتهي عنه. ولكن قبل أن نتكلم عن مقدمة سريعة لقضية الإيمان, الإيمان دائما يقترن بالعمل دائما, ولا يبتعد العمل عن الإيمان وإلا تصير أماني. وأنتم تعلمون أن هناك فرق بين التمني والرجاء, فالرجاء تمني مبني على عمل يرجون رحمته, أما الأماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب, الأماني هي عبارة عن يعني معذرة تهويمات أو خيالات يركب الإنسان أو بعضنا يركب سفينة الأماني فيبحر في بحر المفاريس فيصل على شاطئ الندامة وليس على شاطئ السلامة. أما الرجاء أنا أمنية مع عمل, أمنية مع عمل, بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في طائفة المؤمنين فيجب عليه أن تكون هناك بعضا من الأمور الواضحة أمامه. أول شيء في الإيمان يجب أن يختفي من العمل نوع الرياء. في نوعين من الرياء يفسدان العمل, رياء اختياري ورياء اضطراري. وليسير من الرياء شرك,
أنا عندما أصلي أتمنى أن يراني الناس، عندما أتصدق أحب أن يعلم الناس بي، عندما أصنع الخير أتمنى أن يسمع الناس بي، ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. الرياء الاختياري هو رغبة الإنسان الذي يريد أن يصنع الطاعة أو يفعل الطاعة أن يراه الآخر. هذا أنت اخترت هذا الطريق. الكارثة أن الرياء هذا محبط للعمل، يخرجك عن دائرة الإيمان. الأمر الثالث أنك تتعب ثم لا تأخذ ثوابا. إذن أنا عندما أصنع يبقى أنا من الواجب أن أكون من السبعة الذين إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن إخفاء العمل. في رياء اضطراري، أنا أصنع خيرا في إنسان سنوات طويلة ثم بعد ذلك إذا به وللأسف الشديد يرد هذه هذه الإحسانات المتتالية علي بأن جحدها أو أنكرها أو صغر من شأني أو قلل من قيمتي. هنا يستحق يعني للأسف يستفزني الشيطان والنفس الأمارة بالسوء أن أتحدث عن الخيرات التي صنعتها في هذا الإنسان، وعن الأعمال الخيرة التي قدمتها لهذا الإنسان، وعن التضحيات التي قمت بها نحو هذا الإنسان. فبعد 20 سنة من الخير مع ابن أخي أو ابن أختي أو قريبي أو عامل عندي أو موظف عندي، عندئذ انقلب هذا العمل إلى أو صاحب هذا العمل إلى إنسان مرائي. هذا الإنسان المرائي اضطره الشيطان للأسف ووسوس إليه ونفسه الأمارة بالسوء أن يتحدث عما صنع. ولذلك كان الصالحون من عباد الله مثلا في الكوفة 40 عاما متتالية، 40 سنة متتالية، الفقراء يفتحون الباب يجدون الطعام الشراب الكساء المال، لا يعلمون من الذي يضع لهم هذا الخير. فلما مات علي زين العابدين بن الحسين بعد 40 عاما وانقطع المدد، علموا من الذي كان يضع، وهم يغسلونه وجدوا آثار الحبال التي كان يحمل يعني على كتفه الطعام والشراب وغير ذلك، وهو إنسان يريد أن يخفي عمله. وكلكم يعرف قصة عمر رضي الله عنه الذي كان يذهب إلى كفيف امرأة يعني لا ترى لا تبصر 90 سنة، فيقوم لها حجرتها ويضع لها الماء في الجرة ويضع لها الطعام أمامها. فبعد أيام يذهب يجد من يقوم بهذا العمل، فيذهب في اليوم التالي مبكرا يجد من صنع هذا العمل. فاختبأ عمر خارج الغرفة ورأى رجلا ملثما يدخل فيقوم الغرفة ويملأ الجرة ويضع الطعام. فبعد أن خرج أمسكه من يده قال أستحلفك بالله أن تكشف لي عن وجهك. فإذا به خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه. قال يا خليفة رسول الله ما سبقناك إلى عمل إلا وسبقتنا إليه. فتبسم وقال يا عمر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حتى إن عمر إن أبا بكر كان في أواخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلب الناقة لأرملة عجوز ولها بنات صغيرات والمرأة كفيفة. فلما انتشر خبر أنه تولى الخلافة يسمع أبو بكر وهو عائد إلى بيته البنت تقول لأمها لقد صار حلاب الشياه خليفة يا أمه، من يحلب لنا شياهنا وناقتنا؟ يقول والله لن يحلبها إلا خليفة رسول الله. إذن هذه الأعمال التي كانوا يقومون بها هو أولا يرجو بها الله. أنت تصوم لمن؟ أصوم لله. ولذلك من عجب هذا الصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني أنا علي يعني وزر أو سيئات أو حقوق لآخرين، يوم القيامة يأخذوا من صلاتي، يأخذوا من صدقتي، يأخذوا من زكاتي، يأخذون من قيامي لليل، من حضوري لمجالس العلم، من صناعة الخير. أما الصيام فهو خالص لله. فما دام أنك تصوم لله يجب أن تصلي لله، يجب أن تتصدق لله، فتجنب نفسك الرياء. وهذه أول خطوة في طريق
المؤمنين الذين يبشرهم رب العباد عز وجل، عمل بدون رياء. ولذلك انا عشان اغلق باب الرياء تماما، كل عمل اعمله يجب ان اجدد النية في اوله. انا ليه ذاهب لغرفة تجارة وصناعة دبي لكي احضر المحاضرة؟ لماذا؟ بس اسأل لماذا؟ اريد ان اسمع العلم، اريد ان اكثر سواد المسلمين، اريد ان يراني الناس فيقولون هؤلاء يحتفلون بكتاب الله، هؤلاء يحتفلون حقيقة بالشهر الكريم، هؤلاء يتحلقون حول العلماء ومجالس العلم. عندئذ يستشعر الآخر أن المسلمين ما زالت فيهم ألوبقية، يعني يرفعون علم الحق ويحيطون بالعلماء ويسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. إذا أنا أنوي هذه النية، لكن أنوي أن 99% بهذه النية، بس 1% لأن فلانا موجود هناك وأنا لي مصلحة عنده. الله غني عن هذا، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريك. لكن لا أترك العمل من أجل الناس، أقول لا، أنا لو ذهبت الناس يظنون بي صلاحا ولا داعي للذهاب، والإنسان يعني الأتقياء الأخفياء وأنا لابد أن أختفي ولا داعي للظهور. هذا أيضا شر كبير، فإن ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. يعني كلاهما، ما الذي يعصمني؟ أن يكون عملي لله. المرأة في بيتها إذا تعبت وكلت من الخدمة ورعاية البيت وطبخ وتربية أولاد، والزوج قد يكون سيء الملكة بذيء اللسان غير كريم العطاء، إذا عدلت استقبال قلبها لأمر الله عز وجل أن هذا العمل إنما هو حسبة لله، وتعبها لله، وتربيتها لأولادها لله، وطبخها لله، وكنسها لله، وتحمل أذى زوجها لله، إذن هذه إنسانة أبعدت عن نفسها الرياء وأخلصت عملها لله، فصار طبخها لله ومذاكرتها للأولاد لله، وكل شيء تعمله إنما هو لله رب العالمين. المرأة، الرجل الذي يجد مثلا بذاءة لسان زوجتي أو تطاولها عليه أو عدم احترامها له أو عدم تقديرها له، لا تعرف معنى الشكر، لا تعرف معنى الثناء، لا تعرف معنى جزاك الله خيرا، هو يقول أنا يعني أتولى أمرها لله وأحرص على معاملتها برحمة لله. حتى قيل للصحابي الذي أساءت إليه زوجته سنوات وسنوات، واجتمع الناس وقالوا يا أبا عبد الله طلقها، لما لا تطلقها؟ قال أخشى أن يبتلى بها غيري. سبحان الله، فالرجل احتسب الأمر لمن؟ احتسبه لله، قال أنا والله أحسن واحد تاني يأخذها نهاره مش ولا نسأل الله السلامة. ولذلك لما حضرت الوفاة رجلا فجلست بجواره زوجته، أوصني إن شاء الله لما بإذن الله أتوكل على الله وأموت وتنقضي العدة، إن شاء الله تتزوجين من ولد عمي ابن عمي فلان. لماذا؟ لأنه ضحك علي في بيع سيارة وأنا أريد أن أنتقم منه بعد الموت. سبحان الله، هذا إنسان يعني الرصيد الذي عنده الذي لها عنده تبخر، متبخر أصلا. ولذلك أنا أقول أن المؤمن الصادق دائما يعمل رصيدا عند إخوانه، في رصيد، هذا الرصيد أسحب منه عند الحاجة، أسحب منه عند الأزمات، أسحب منه عندما تحدث بيني وبين أخي يعني سبحان الله فتور أو شيء من هذا القبيل. أسأل نفسي هل رصيده يسمح؟ رصيد هذا الإنسان يسمح؟ نعم يسمح. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن ساء منها خلق رضي منها خلقا آخر. إذن أول شيء عشان ندخل في طريق الإيمان نجنب العمل الرياء، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب أن أستيقظ من غفلتي. يعني أستيقظ من غفلتي؟ أنا أقول في نفسي، نحن نقول نحن من المؤمنين الذين يبشرهم رب، اللهم اجعلنا كذلك يا رب، يبشرهم رب العباد سبحانه وتعالى. طب لو زارني حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بيتي وعاش معي 24 ساعة طبيعية، هل يرى الرجل كزوج وكأب والأم كزوجة وأم والأولاد كبالغين وبالغات حقيقة من المؤمنين الذين رآهم
في شخصية عبد الله بن عمر وشخصية هؤلاء الكبار الذين كانوا يحيطون به، وأنس وبلال رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وعمر وكل هؤلاء، هل يرى فينا هذه الشخصية؟ هو القرآن الذي بين أيدينا، هو القرآن الذي كان أو نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد المصاحف بنسخها الموجودة في بيت أي واحد منا واحد فقط، هي عدد أو أكثر من عدد المصاحف اللي كانت موجودة في العالم الإسلامي أيام علي بن أبي طالب، يعني في الرعيل الأول، يعني سنة 35 هجرية، عدد المصاحف الموجودة في العالم الإسلامي أي واحد فينا على مكتبه أو في خزانته أو في بيته نسخا أكبر، المصاحف بنسختها. طب إذا قرأت أنا القرآن في 89 موضعا والله يناديني قائلا يا أيها الذين آمنوا، هنا أمر أو نهي؟ تعال احسب مع نفسك هذه النداءات المتكررة في كتاب الله من أول البقرة إلى آخر القرآن، هذه النداءات تناديني من الواجب أنا كمؤمن، أنا من طائفة المؤمنين، هل النداء هذا سبحان الله العظيم يعني يناديني وأتمرت أنا بالأمر الذي أمره رب العباد أو نهاني عنه رب العباد عز وجل؟ لما نهاني رب العباد سبحانه مثلا عن الغيبة، أما زالت الغيبة تفتك بمجتمعاتنا؟ أما زالت النميمة تفتك بمجتمعاتنا؟ المؤسسات تخرب، بل المجتمعات والدول تخرب إذا نظر الإنسان منا إلى أخيه نظرة تعالي، نظرة تكبر، نظرة ازدراء. ولذلك هل لما رب العباد عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، هل هذا غض البصر عما حرم الله فقط، أم أنني أغض بصري عن بعض من عيوبك وأنت تغض بصري عن بعض من عيوبي، فأنا مليء بالعيوب وأنت مليء بالعيوب، سبحان الله العظيم، أنت فيك عيوب وأنا في عيوب، أنا أطلب فيك العصمة إذا أنا مخطئ، أنت تطلب في العصمة، سبحان الله العظيم. نحن كما قال أحد المريدين لبعض العلماء، ظهر من عالم هنا معينة وزلة عالم تزل بزلة عالم، فاحتجب الناس عنه، ذهب هذا التلميذ الناصح وطرق بابه، قال أنا أريد أن أتعلم منك، قال قد انفض الناس، قال أنا أتعامل معك كبشر لا كنبي ولا ملك، أنت بشر لا نبي ولا ملك، فأنا أيضا من الواجب في البيت الزوجة بشر ليست ملكا ليست نبيا من الأنبياء، أنت لست ملكا من الملائكة، أنت لست عثمان بن عفان، لست أبا ذر، وهي ليست نسيبة بنت كعب ولا أم حرام بنت ملحان، بل نحن سبحان الله يعني ما بين منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة، بس يعني أهو أعرج يمشي ما أعرج تمشي الحكاية، لكن أنا أنظر إلى الآخر أنه يجب أن يكون معصوما ولا يخطئ، وهو ينظر إلي أنه سبحان الله العظيم، لا بالعكس، الحكيم لما أراد أن يعلم تلميذه كيف يتعامل مع الناس وكيف يصبر وكيف يصبر للابتلاءات، جاء بحفنة من الملح ووضعها في كأس هكذا وذوب الملح في الماء اشرب، فلما تحسس التلميذ الملح المركز لم يستطع أن يستسيغه، يا الله صعب، فأعطاه حفنتين من الملح وقال ألقيهما في هذه البحيرة، ألقاهم في البحيرة، قال اشرب، فشرب، قال ماء عذب، قال يا بني إن صيرت نفسك كأسا لم تتحمل مرارة التعامل مع الناس، وإن صيرت نفسك بحيرة اتسع صدرك للتعامل مع الناس، فنحن هل نريد أن نكون كؤوسا أم بحيرات؟ والله عايزين نكون كؤوس هنضيق ذرعا بالزوجة وبالعيال وبالأقارب ولا يتحمل بعضنا بعضا، ولذلك هذه العظمة من هذا العالم الذي لما خطف منه اللص الصرة جرى خلفه ويقول له أنا وهبتك إياها، قل قبلت، سبحان الله، اللص لم يفهم، فأعاد العالم عليه أنا وهبتك إياها قل قبلت، ما الذي يريده العالم من هذا اللص؟ ما الذي يريده؟ يريد أن يصير موهوبا لا سارقا،
وهو يريد ان يرحم اخاه من مصيبة السرقة، يقول يا عمي انا وهبتك المال، لان هذا العالم تعلم من ابن مسعود لما سرق ماله قال الناس تعالوا لندعو على السارق، قال ابن مسعود انا صاحب المال انا ادعو وانتم امنوا. ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول اللهم ان كان الذي سرق مالي محتاجا اليه فبارك له يا رب فيه، وان كان غير محتاج اليه فاجعله اخر ذنب يرتكبه يا رب العالمين. الاخلاقيات دي جت منين؟ احنا اللص يسرق منين؟ يجي ويحل فيه ويجيله مصيبة ويعمى وتخبطه سيارة عشان ينزل تحت المترو ويقطعه اربا، المال وضاع. لازم تجمع على نفسك التهور في الدعاء يا اخي ادعو له بالهداية. كم من يعني سبحان الله العظيم، ابن مسعود رأى القضية رأها واضحة، رأى ان سبحان الله هذا ربما يكون محتاجا الى المال، هذا المحتاج الى المال سبحان الله العظيم. يعني نحن نريد ان نقول ان المؤمنة الذي ينادى في كتاب الله عز وجل في 89 موضعا يجب ان يراجع حساباته اولا، هل انا من المؤمنين الذين يبشرهم رب العباد سبحانه؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لابد ان الايمان النظري لا يصح، الايمان النظري لا يقدم خطوات الى الامام، بالعكس لابد من الامتحان. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. ما هي الفتنة؟ يفتتن الذهب يوضع في اتون النار فيصهر، يهبط الذهب الثقيل ذو الكثافة الثقيلة اسفل، والخبث والمعادن الخسيسة تطفو من اعلى ويظل الذهب. هكذا المؤمن ذهب ابليس خالص. وابن الجوزي له هذا التعبير الجميل، وضعوا قالوا لما وضعوا زيت الزيتون مع الماء في كأس، زيت الزيتون ارتفع، فقال الماء لزيت الزيتون انا الذي سقيت شجرتك، فلما توضع في مكان واحد معي تعلو عليه؟ هل هذا من الادب؟ هل هذا من المنطق؟ قال زيت الزيتون انت ايها الماء تسير في رضراض من الارض، تمشي في مكان يعني سهل تمشي، تجد صعب تبعد بعيدا، تبعد بعيدا. فأما أنا لما تحملت ألم العصر والهصر ارتفعت. يبقى متى ارتفع؟ لما امتحن، لما كان الامتحان، فلا بد أن امتحن، لأن لو يوم القيامة جاء الذين لم يمتحنوا ولم يبتلوا ووجد ثواب الصابرين هؤلاء دخلوا الجنة بدون حساب، يقول يا ربي أنت لو امتحنتني لو ابتليتني سبحان الله. ولذلك ولنبلونكم، فبكى البصري، ما يبكيك يا بصري؟ قال يا ربنا لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت أستارنا. الناس إلى الآن اللي معهم آلاف وملايين ومليارات يجادل الشيخ في نسبة 2.5%، يقول يعني طيب لو خرجت 2% فقط هذا خطأ؟ لا إله إلا الله يا عم، تخليها 3. يقول لا كيف؟ طب ممكن أعطيها لزوج بنتي الفقير؟ يقول يا عمي بنتك لا تأخذ من الزكاة. هو يلف ويدور، لا أقصد ابنتي، زوج ابنتي. يعني زوج ابنتك هينفق على مين؟ على الجيران؟ يدور في 2.5. طب ما أعطيه من 97.5، صح؟ مش ربنا قال أنت الألف دي من 25 لأخيك، خلاص 25 لأخوك، وانت ليك 975، تخيل 975 هذه لك و25 هذه لأخيك الفقير. هو جاي عند 25 ويجادل فيها، طب ممكن اعطي فلان؟ لا اله الا انت سبحانه، اصل انا واخد قطعة ارض علي ديون فيها لعشر سنوات، كل سنة علي فيها 40 مليون. لا حول ولا قوة الا بالله يا ابن الحلال سبحان الله العظيم. انا ارى ان كل ثري او كل مؤسسة يجب كما فيها محاسب مالي ومدقق حسابات وشؤون مالية وشؤون قانونية، يجب ان يكون هناك مستشار فقهي ليرى ويري صاحب المؤسسة هل هذه الاعمال صحيحة ولا مش صحيحة، الصفقة دي حلال ولا مش حلال، الدخول في الممع دي مضبوط ولا مش مضبوط. هكذا ان ابا حنيفة في القصة التي تحفظونها
كان عنده 3 أشهر. وبعدين دخل والده وجد جارية ترضعه. فمن هذه؟ اسأل زوجته. قالت هذه جارية جيراننا وجدت الطفل يبكي فجزاه الله خيرا ترضعه. وما الذي أعلمك أن أعلمك أن مالهم حلال؟ إيش عرفك أن المال الناس حلال؟ الجارية سمعت النقاش ده قد الناس بان عليهم صعبين وبيحضروا بان المحاضرات بتاع جاز دبي مشيت. سبحان الله. خد بالك انت ده سنة ايه؟ سنة 80 هجرية. خد بالك. فما ان خرجت الجارية الا ووالد ابي حنيفة يضع اصبعه في فم ولده فيسترجع ما شرب من لبن. فلما صار ابو حنيفة ملء السمع والبصر 40 و50 و60 سنة ويشار إليه بالبنان كان يرتج عليه في الدروس يعني يتلعثم فتدمع عيناه ويقول ربما قطرة لبن ما خرجت مع سبابة أبي. الحمد لله نحن بنتكلم. ها؟ اسمك إيه يا ابني؟ هو اسمه حسن واسمه عبد الحميد. لا إله إلا الله. فسبحان الله حتى إن الشافعي لما وقعت عينه على كعب امرأة قلت حصيلة الحفظ عنده. والله احمد الله ان ابناءنا وبناتنا يعرفون كيف يعودون الى بيوتهم وكيف يذكرون اسماء ابائهم وامهاتهم. سبحان الله. اذا كان الشافعي عينه وقعت على يعني خلخال المرأة قلت نسبة الحفظ. طب واللي شاف ازاي يعني؟ سبحان الله. لا حول ولا قوة الا بالله. فاحمد الله. انا اريد ان اقول ان الله يرضى عن احمد بن حنبل. الناس دول والله يعني لما تقرأ وتعيش معهم يعني ماشي في العراق في بغداد يوم برد هوا شديد. فجلباب المرأة اظهر فوق خلخالها 2 سنتيمتر فوق الخلخال بس. طبعا عارفين الخلخال طبعا يعني حاجة كده في نهاية الله. المهم فوضع عباءته على وجهه وعاد الى البيت. زوجته يقول مالك يا امام؟ ايه احمد في ايه؟ قال والله ان من ابتلاءات التي ابتلاني الله بها ان اعيش حتى ارى زمن الفتن. الله يرحمه احمد بن حنبل رحمة الله عليه. هذا الانسان العجيب هو عايش في زمن الفتن. بس دي برضو ما واحد بعد يطلع من المحاضرة يقول شوف الشيخ كان بيبشرنا بس بطريقة تانية. يعني اذا كان احمد بن حنبل اعتبر ان الاثنين السنتيمتر العشرين مليمتر اللي فوق واخد بالك انت ده اسمه ايه؟ زمن الايه؟ الفتن. يبقى ده احنا عايشين فتن من غير زمن صح ولا لا؟ هي مسألة قياسية. لا اله الا الله. يبقى احنا اصلا لكن كيف نتقي الفتن ان نصير فعلا من المؤمنين؟ كيف؟ انا سوف اترك لكم النداءات 89 تعيدون حساباتها مع انفسكم تدبرا وعبادة ودعاء وعملا وتطبيقا. انتم اهل فقه واهل فضل. اي نداء يا ايها الذين امنوا ارجع اليها تجد في القرآن 89 آية. وتعالى كل يوم في رمضان ابدأ التلاوة بآية ونفذها قبل ان تنام آية اخرى ونفذها. يبقى ان شاء الله ربنا على اخر رمضان انت بدأت تعمل دراسة جدوى او اكتبها بما يأمر الله هنا بما ينهى رب عما ينهى رب العباد في هذه الآية. اكتب الاوامر في الصفحة اليمين والنواهي في الصفحة الشمال. وعندئذ تصير مسلما عمليا. اخذت من الدرس ها هنا اليوم والمحاضرة برنامج عملي لكي تكون من المبشرين من فضل الله عز وجل. لان الله عز وجل لما قال ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين. يبقى القرآن هو اللي يبشر. القرآن مبشر بماذا؟ بهذه الآيات التي جاء فيها ذكر المؤمنين وانا ادعي انني منهم. والله عز وجل عند هذا النداء يأمرني او ينهان. وابن مسعود انهى الصلاة سريعا في اخر صف وخرج. بعد ما خرج من المسجد سمع الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس اجلسوا. فجلس ابن مسعود في عرض الطريق راح جلس. انهى الرسول كلامه في المسجد وما سمع ابن مسعود ما يقوله النبي لم يسمع. فلما خرج رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يجلس في عرض الطريق. قال ما الذي يجلسك هكذا يا ابن مسعود؟
قال يا رسول الله وصل إلى سمعي أمرك اجلسوا. فجلست خشية أن أتقدم خطوة فأكون مخالفا لأمرك يا رسول الله. هذا هنا الاستماع، لا لف ولا دوران. اذبحوا بقرة، خلاص لو ذهب بنو إسرائيل وذبحوا البقرة انتهى الموضوع، صح ولا لا؟ لكن ده يقول لك يا شيخ معي أنا شخصيا في منى والرجل يجلس بجواري، يقول يا شيخ 13 عالم 13 عالما سألتهم عن حكاية أرباح البنوك، يختلف واحد يقول حلال واحد يقول حرام، وأنا رقم الرابع عشر. طيب ماك الرابع طيب أنت عايز إيه؟ يقول بالله عليك يعني حكاية أرباح البنوك دي يعني أنا أسألك بس بالله عليك ما تقول حرام. تتسأل وتجاوب وعايز يحجمك، لا يترك لك مساحة، سبحان الله. طب يا أخي أنا أروح للطبيب، أقول له لا أقول لك إيه، هو المسألة دي بتوجعني بس أنا اكشفت على العين، الله ده إله إلا أنت سبحانه. يا أخي أنا أريد أن أقول سبحان الله العظيم أن المؤمن الصادق هو المؤمن العملي الذي يقرأ كتاب الله، كما قال ابن مسعود اقرأ القرآن كأنه نزل عليك أنت. القرآن زي ما يكون نزل عليك أنت المكلف، يعني افعل كذا والكلام ده لي أنا. الظالمين قد أكون أنا ظالم فمنهم ظالم لنفسه، كلام عن الفاسقين الله ما أكون فاسق لي، لا يقول لك سبحان الله العظيم. أنا أضرب لك مثالا أقوى، فرضنا جدلا أن رجلا عاد اليوم إلى بيته وقال لزوجته، طرح عليها سؤال بسيط جدا، يوم فلان نعم متى تتوبين؟ الرد ايه؟ انت عارفه نعم متى ده كلام؟ هل هذا سؤال؟ يا رجل اتق الله، انا بعد 25 سنة تقولي متى تتوبين؟ الله سبحان الله لا اله الا الله. ولو عكست القضية صارت اصعب، لو بنت من بناتنا رجعت البيت وكان زوجها مش معها تقول لي يا ابو فلان انت متى تتوب؟ الله يرضى عنكم يا بناتي لا تقولوا هذا سبحان الله، لان العجب اننا يعني نتكبر على الموعظة، نتكبر عن الذي يريد. والله هذا السؤال واضح، متى اتوب؟ والله فعلا ان شاء الله انوي اليوم، انوي اليوم باذن الله في نية صادقة لان ابدا صفحة جديدة مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم الم يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ غفر له ما تقدم وما صح، ولكن ألم يكن يستغفر في اليوم 100 مرة؟ 100 مرة سبحان الله من أي شيء؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. الإنسان اللي صدره ضيق كيف يشرح صدره؟ بكثرة الاستغفار. الإنسان اللي عنده ضائقة مالية كيف يعني يفرج هذه الضائقة؟ بكثرة الاستغفار. الإنسان الذي لم يرزق ولدا أو بنتا أو ذرية كيف يفعل هذا او يعني كيف يحصل على هذا الخير؟ يكثر من الاستغفار. من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. لكن الكارثه ضيق الفهم، هل الاستغفار استغفر الله العظيم؟ طب استغفر الله العظيم وانا اغتصبت منك 100 درهم، هل يصح الاستغفار وانا ثوبي حرام؟ وسبحان الله، ولذلك قلت لكم من قبل ان الولد والبنت كان في أجدادنا القريبين من 70-80 سنة إذا استيقظ الأب لصلاة الصبح استيقظ البيت كله، أو نادى يا عبد الله كله يقف كله يستيقظ سبحان الله العظيم. الآن لماذا يتمرد الأولاد والبنات على الاستيقاظ عند الفجر؟ أتدري لماذا؟ لأن الثوب الذي ينام فيه الولد فيه 5 أو 6 دراهم حرام أو شبهة، الوسادة اللي نام عليها في 10 دراهم حرام، الغطاء اللي متغطي به في 7 دراهم حرام. فإذا كان حلالا ثوبه ومطعمه وملبسه ومأكله كان سبحان الله. الآن الأولاد احتجبوا عنا في غرفاتهم، والولد الذي يقص القصة اللطيفة يقول انقطعت الانترنت عندنا في البيت 4 أيام، فاضطريت أخرج في صالة المعيشة أتعايش مع أبي وإخوتي وزوجتهم ناس طيبين الحمد لله الحمد لله. والله شكر الله لك يا ابني والله سبحان الله. بس أول ما يرجع النت إن شاء الله هيعود الى الايه؟ الاعتزال مرة اخرى. هذا التواصل الموجودة التي نشكو منها جميعا لا تكون الا بان احل سبحان الله ما مطعمي
سبحان الله. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد لا يلقي باللقمة الحرام في جوفه لا تقبل الله له عملا، كذا وكذا. إذن المسألة نحن نريد أن نصيغ الحياة على 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 أوتار أو على إيقاع الحلال مطعما وما كان. فأنا لما استغفر سبحان الله وأنا آكل حرام وأنا ظالم لإخوتي وأنا واخد قطعة الأرض وأنا مستولي على البناء بتاع إخوتي وأنا سبحان الله غير مجتهد في عملي وأنا وأنا وأنا، ثم أستغفر، هل الاستغفار هو لسان؟ لا، الاستغفار ليس استغفار اللسان، ده هو التوقيع الأخير على كتاب الاستغفار. آخر توقيع لي على كتاب الاستغفار هو أن أقول أستغفر الله العظيم. لكن لازم إيه؟ أقلع عن الذنب، أندم على ما فات، أعزم على عدم العودة، أعيد الحقوق لأصحابها. فلما أعيد الحقوق لأصحابها، ده المسألة الرابعة، أبدأ في الاستغفار. أما الاستغفار اللساني، الاستغفار سبحان الله، يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب ما لا إله إلا الله، جميل، هذا جميل، هذا هذه صفحة من موسوعة الذكر. الجوارح كلها للمؤمن الذي يبشره القرآن ويبشر المؤمنين، جوارح كلها ذاكرة. وأنا إذا استغليت عيني فيما لم تخلق له فقد عطلتها عما خلقت له. العين دي للنظر في المصحف، النظر المسلمين بالرحمة، النظر سبحان بالشفقة لليتامى، النظر في ملكوت السماوات والأرض، النظر في الطرقات سبحان الله، هذا هو النظر. أما أستخدم النظر في أن أتعالى على خلق الله وأنظر إلى الناس بكبر وأنظر إلى الناس بازدراء واحتقار، هذا الكلام غير وارد. اللسان كذلك سبحان الله، ذكره ليس مجرد قراءة القرآن أو تلاوته فقط، لا، قراءة وتلاوة يعني اتباع تدبر ثم تطبيق. وعمر حفظ البقرة في 8 سنوات، عمر يحفظ الآية ويطبقها ثم يحفظ الآية ويطبقها ويقول الحديث ولا يكن همك آخر السورة. سبحان الله، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ألم يتكلم القرآن عن الظلم؟ فإذا قرأ ظالم القرآن هل يشفع له القرآن؟ سبحان الله العظيم. هؤلاء الذين لا يدركون معاني الأوامر والنواهي ويقرؤون كتاب الله، هل هؤلاء ذكروا الله سبحانه وتعالى؟ لا، الله عز وجل سبحانه وتعالى الجوارح دي آخر شيء. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك سبحان الله الحسن البصري لما ذهبوا إليه أحد الأرقاء العبيد قال يا إمام حدث الناس في المسجد في أول رمضان عن فضيلة العتق، فلم يتحدث. ذكره العبد اليوم الثاني لم يتحدث، اليوم الثاني خلاص تركه. دار العام دورته وعاد رمضان الذي يليه سبحان الله، فأول درس للحسن البصري في المسجد في صلاة التراويح عن فضيلة عتق العبيد. ما من سيد عنده من عبيد في المسجد إلا وأعتقه. قال يا إمام سبحان الله، يعني أنت سنة كاملة عام كامل وأنا سبحان الله العظيم أطلب منك وتعرض هذه المسألة بعد مرور سنة كاملة؟ يقول كنت فقيرا فأغناني الله من فضله، فلما أغناني الله من فضله اشتريت عبيدا، فلما علمت فائدتهم أعتقتهم لوجه الله سبحانه وتعالى. هنا كرم الله عز وجل سبحانه وتعالى أن خرج الكلام صادقا فدخل إلى قلوب المستمعين وتأثر الناس سبحان الله العظيم. ولذلك كان عمر بن أبي ذر يقول له يا أبتي أراك تتكلم فيبكي الناس ويعظ الوعاظ والعلماء فلا يبكي أحد. قال يا ولدي ليست النائحة كالثكلة، النائحة شيء والثكلة اللي مات لها ابن ده شيء تاني، النائحة المستأجرة التي تستخدم الدين وظيفة ده أمر، والذي يحمل هم الدين أمر آخر. ولذلك المسلم الصادق هو الذي يفهم القضايا، والمسلم الصادق هو الذي يأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى رب العباد عز وجل عنه. فأنا لما أقرأ الله أقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وأنظر ما هو الأمر هنا في أيها الذين آمنوا أطبقوا، يا أيها الذين آمنوا هذا النهي أتوقف عنه، أصبح فعلا أرض سبحان الله لتنزل رحمات الله سبحانه وتعالى في أن يبشرني القرآن ومن قبل يبشرني رب العباد عز وجل بالخير. ولذلك ما يعني موجبات البشارة؟
القرآن والإسلام لا يعرف التشاؤم أبدا، ولا يعرف اليأس أبدا، ولا يعرف سبحان الله الحزن قد يكون موجودا، الغم قد يكون موجودا، لكن موانع هذا الأمر بكثرة الدعاء والاستغفار والعودة إلى رب العباد عز وجل. قالوا يا أيها الشيخ إن الله يرمينا بسهام قدره، فماذا نصنع؟ كل يوم ابتلاء، مرض، ضيق، غربة، سبحان آلام، موت حبيب، هكذا كلها عبارة عن سهام تنزل علينا، ماذا نصنع؟ قال قف جنب الرامي، قف جنب الرامي، خليك جنب الرامي، خليك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خليك مع الله سبحانه وتعالى ورب العباد عز وجل هو الذي ييسر لك الأمر. لكن أن تعالج الدنيا بدنيا، لا تعالج الدنيا بدنيا، الدنيا تعالج بالدين، الدنيا تعالج بالآخرة، الدنيا تعالج بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحزبه أمر، يفزع يعني يتألم من أمر، هل يصنع مثل ما نصنع؟ يقول لك سافر يومين بس كده، روح على الشواطئ مش عارف ايه، روح المنتجع الفلاني، يذهب ويعود أكثر اكتئابا، ضيع ماله وضيع وقته وربما ارتكب خطأ ولم يبحث عن الحل الحقيقي. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، الصلاة والاستغفار. لكن أبو حامد أغلق الله يسامحه علينا الباب وقال، أو نبهنا، نقول نبهنا أحسن، نبهنا، قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار وتوبتنا تحتاج إلى توبة. استغفارنا نفسه ناقص، لأن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، أنا بستغفر من إيه؟ من الـ 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 النظرة، سبحان الله العظيم. طيب الآن في رمضان نحن نقول من فضل الله أنه صفد لنا مرض الجن، وإحنا كمؤمنين صائمين صفد لنا مرض الجن. طب والشياطين الصغيرة موجودة، شياطين الإنس وشياطين الجن، طب ماذا أصنع؟ قال عمر أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. لا تتناقل الباطل، لا تتناقل الإشاعات، لا تتناقل كلمة هنا أو هناك، أنت أمسك لسانك واجعل نفسك سبحان الله العظيم حريص على الكلمة، حريص على الوقت، حريص على النظرة، حريص على الجلسة، حريص على أنا ذاهب ليه لهذا المكان، لماذا أجلس أنا في هذا المكان، أجدد النية في كل أمر. ده أنا من الواجب كما قال الصالحون، أنا أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. يحتسب عند الله أنه ينام، ينام لله ويتفسح لله ويتغيض لله ويأكل لله ويشرب لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل عمل لي لله، أنا رايح للمحاضرة دي، جاي لي من المحاضرة دي، ليه أخرج العشر دراهم دي، ليه أعمل هذا العمل؟ لابد من وضع النية عند العمل وتجديد النية عند العمل. عند تجديد النية عند العمل أصير في داخل حديقة المؤمنين الذين يبشرهم رب العباد سبحانه وتعالى. 89 نداء في كتاب الله عز وجل، تبدأ الآيات يا أيها الذين آمنوا. أنا أريد منكم، ولا أستطيع أن أحصي هذه الآيات اللي عايزة برامج ومحاضرات ودورات علمية، لكن إن شاء الله أنتم أهل الفضل، عودوا إلى المصحف، خرجوا الآيات اللي تبدأ بيا أيها الذين أمنوا، تجدوها سهلة جدا إن شاء الله. هذه الآيات ابدأ في تنفيذ أمر الأمر، فإذا نفذت الأمر هنا ضع علامة على هذه الآية في دفترك، إذا توقفت عن هذا النهي هنا والله هذا علاج عملي. الناس الذين يبحثون عن الحمية يأخذون من الطبيب جدولا معينة، كل كذا من جرام مش عارف من كذا وكذا جرام من كذا، ولا تأكل كذا جرام، لأنه يخاف على صحته ويخاف على جسده ويخاف على نهايته ويخاف على وجوده في الدنيا إلا أن يكون صحيحا. يواظب على هذا الكلام للطبيب. الله عز وجل وضع لنا المنهج في المصحف، هذه الأوامر وهذه النواهي. ما هي الأوامر؟ كذا وكذا وكذا، ابتدي أتمر. ما هي النواهي؟ عندئذ يتحول سبحان الله الـ 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 القرآن من تلاوة يعني نظرية إلى تلاوة عملية، من تلاوة مجرد يعني سبحان الله العظيم أمر بعيني أو بلساني على الآيات مرة الكرام، وبين إنسان سبحان الله العظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمدينة فيسمع قارئة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، بكى واستعبر وقال قد أتاني يا أمة الله،
تأخر عمر عن صلاة الصبح يوما فأوشكت الشمس أن تشرق، فتقدم بالناس ليصلي عبد الرحمن بن عوف. وبعد أن أنهى الصلاة خرجوا للبحث عن عمر، طرقوا باب زوجته. أين أمير المؤمنين؟ قالت خرج يعص بالليل كما يفعل، وربما ذهب إلى المسجد. قالوا ما جاء ليصلي معنا؟ فلما بحثوا في شوارع المدينة وجدوا أمير المؤمنين واقع جنب جدار، أيقظوه. أول ما استيقظ قال هل طلعت الشمس؟ قالوا لا أمير المؤمنين. فتوضأ سريعا ثم صلى. قالوا ما الذي حدث؟ قال بينما أعس الليلة سمعت قارئة تقرأ إن عذاب ربك لواقع، فأيقنت أن العذاب واقع على رأس عمر، فما شعرت إلا وأنتم توقظوني. الواحد مننا لو ماشي في الشارع ولا قارئ يقرأ إن عذاب ربك لواقع، ده على أخوي حسن، ده على عم محمود، ده على أم زوجتي، ده على أهل، لا إله إلا الله، لا إله. يعني نحن نريد أن نطرد الشر عنا ونستجلب الخير لنا بدون عمل. هذه كارثة، هذه مصيبة. سبحان الله، رأس أموال المفاليس أن أعيش في إطار الأمان. الطالب سبحان الله العظيم الفاشل هو الطالب الذي لا يستذكر دروسه ويتمنى داخله أن يكون أول الكلية وأول المدرسة. أما الطالب المذاكر المجتهد المتعب سبحان الله هو الذي يذاكر ويخاف أن يرسب، يخاف أن لا يتفوق. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يعني يتصدق ويصوم ويصلي ولكن عنده حالة من الخوف الشديد ألا يقبل، ألا يقبل منه، ألا يتقبل رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك ابن عمر كان يقول والله لو أعلم أن الله قد قبل مني سجدة واحدة ما كان غائب علي أحب من الموت. لو أعلم بس ربنا قبل مني سجدة، سجدة. ثم في النهاية أريد أن أقول نحن نريد أن نكون من المؤمنين الذين يبشرهم الله عز وجل، لكن للأسف نحن عطلنا في أنفسنا أولا، وده المطالب. أنا مطالب بنفسي الأول، معطل في نفسي 3236 آية، 10 و100 آية هي آيات العبادات، يعني 110 آية آيات العبادات، و6216 آية معطلة تماما في حياتنا. لماذا؟ لأن الإعمار الكون والسير والنظر فيه وإدارة حركة الحياة وتفوق المسلمين، وقول يقول ابن القيم إذا تفوق غير المسلمين في فن من الفنون أو علم من العلوم ولم ينتدب المسلمون واحدا منهم ليبرع في هذا الفن أثم المسلمون جميعا. يعني هم سبحان الله يتفوقوا في كل فرع ونحن لا ننتدب من يتفوق منا، أو للأسف الشديد كما قال قائلهم نحن للأسف نقف أمام الناجح لنعطله وهم يقفون بجوار الفاشل ليجعلوه ناجحا. لا، إحنا المسلمين يقف المسلمون نصحة، المؤمنون نصحة، قريبة قلوبهم حتى وإن تباعدت ديارهم، والمنافقون غششة بعيدة قلوبهم حتى وإن تقاربت أبدانهم. فأنا أرى وأقول أن إحنا عايزين نحقق الإسلام من كل جوانبه. يا أيها الذين آمنوا من ضمن النداءات ادخلوا في السلم كافة، يعني طبقوا كل تعاليم الإسلام، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لكن الصحابة قيل لهم اتقوا الله ما استطعتم، وقيل لنا اتقوا الله ما استطعتم، وبين هذين الدرجتين يعيش الإنسان. بس الإنسان لو يعود نفسه على الخير لتعودت. أنت في رمضان بالله عليك هل تنام مثل ما كنت تنام في شعبان؟ لا، نومك أقل سبحان الله. هل يعني في اليومين اللي فاتوا سبحان الله وقعت في الطريق العام أو لم ترى الأشياء، أو ناديت على أم عبد الرحمن زوجتك وقلت لها أم عباس؟ أبدا سبحان الله، ما زال عقلك فيك وما زال فكرك سبحان الله. ولا تكن كهذه الذي ذهب يهنئ صديقا له بمرور 60 سنة على زواجه وما زال صامدا سبحان الله. فذهب سبحان الله فنادى هو زوجته، هذا الرجل الثمانين، يعني يا روحي يا زهرة قلبي يا فلذة كبدي ائتنا بشاي أو قهوة. فصديقه غبطه، يعني مش حسده، قال يا ما شاء الله 60 سنة زواج،
ما لا تدلل فيها يا روحي يا زهرة ده. يا الله نسيت اسمها يا ولدي سبحان الله. لا ده الله لا ده ما شاء الله ده ما زال ايه يذكر النعمة سبحان الله. لا نحن لا نريد هكذا. انا اريد ان اقول ان احنا جاء رمضان نمنا قليلا اكلنا قليلا لن نموت ان شاء الله. بالعكس بالعكس والله هذه وقفة مع النفس وقفة مع الذات وقفة كمؤمن مع ايمانه يعيد صياغاته صياغة الايمان في قلبه مرة اخرى. المؤمن في اخر المحاضرة من امنه الناس على دينهم واموالهم واعراضهم. فاذا لم يأمن الناس مني على دينهم ولا على اموالهم ولا على اعراضهم هل انا من المؤمنين؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاذا لم يسلم المسلمون لا من لساني ولا من يدي هل انا مسلم؟ اذا المسلم ده تطبيق والمؤمن ده تطبيق. اذا القضية قضية عملية. لكن القضية ان تصير قضية سبحان الله كلام ومصطلحات وعبادات يعني طقوسية. يأتي رمضان فنصوم ونقرأ القرآن ونعمل الولائم ثم بعد ذلك ينفض السامر. لا والله المؤمن انسان له بصمة له همة. انت اليوم انا عايز بالله عليك اليوم ضع في ذن ما الذي استطيع ان اخدم به الاسلام؟ مش مسألة ان اصلي واصوم ده الحد الادنى. مش مسألة ان احسن الى الاخر هذا هو الحد الادنى. يعني الاسلام ينتظر مني شيئا. ما الذي اريد ان اصنعه؟ تذكرون قصة الرجل في قرية بعيدة عن الرياض بقى في البادية كفيف مؤذن ويقول لمن بجواره ما هذه الجريدة؟ قال جريدة كذا. قال اقرأ لي خبرا منها ولا داعي للاخبار السياسية انا لا احبها. فالكلام ده في السبعينات من 40 سنة. فقرأ له الرجل ان البرج الذي يحمل ساعة بيج بن قد اصابه التصدع وحصل ذعر للمهندسين البريطانيين وعملوا اجتماعات مكثفة لاصلاح البرج. فاذا بالشيخ المؤذن الكفيف هذا يجهش في البكاء. الله قال يا شيخ فلان هو في ايه؟ هو ابوك سبولك في الميراث مثلا انت عمرك ما طلعت من القرية دي في ايه؟ قال كنت امل ان اؤذن فوقه يوما. همة ولا مش همة؟ عنده همة هذا الإنسان ولا ليس عنده همة؟ كفور الإحسيدي هذا العبد الأسود جاء مسلسلا من الشام ليكمل سجنه في مصر ومعه واحد. فمروا في منطقة اسمها أبو كبير في الشرقية على شواء واحد بيسوي لحم. فقال الذي مع كفور أمنيتي في الحياة أن أخذ مدة السجن الباقية وأخرج واشتغل عامل عند هذا الشواء اكل لحما مجانا. دي همته على بطنه خير وبركه ما شاء. وانت يا كفور؟ قال اما همتي ان احكم مصر. انت يا عبد اللي جاي من بره من هتحكم؟ دارت زمان دورته وافرج عن الاثنين وعمل هذا مساعدا عند الشواء ياكل لحما مجانا وحكم كافور الإخشيدي مصر سنوات حتى صير دولة إخشيدية داخل مصر. الهمة لما تكون عالية وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فأنا أريد أن تكون همتنا كبيرة. اسأل الأولاد اليوم يا ولدي ماذا تريد أن تقدم للإسلام؟ سبحان الله يقول لك والله أنا عايز أكون مهندس. طب وماذا يبقى المهندسة تعمل بها إيه؟ عندي مكتب كبير وبعدين يكون عندي ابراج وبعدين عندي اموال وزوجة وتطوق وبعدين خلاص واجيب عيال زي كده زي ما انت عملت فرنتين الحياة هي كده بس هي دي الهمة. طب ده اسمه في علم المنطق لزوم الدور. يعني لزوم الدور يعني النقطة التي وصلت اليها هي النقطة التي بدأت منها. ما ينفعش انا عايز يبقى فيه ايه؟ في همة. همة عالية. الهمة العالية هي التي قلت للصقر وهو في الجو عال اهبط الارض فالفضاء جديب قال في جناحي وعزمي ومتون الفضاء مرعا خصيب. رأى النسر النفوق في الفضاء في مرعى خصيب لانه عنده الهمة العالية. ولذلك لما تضايق النسر الغربان يعمل فيه ايه؟ الغربان تبتدي تأذيه يطير عاليا عاليا لا تستطيع ان تلحق به ويشتري دماغه ويطير بعيدا عن هذه الفوضى لانه يبتعد عن سفاسف الامور. هكذا انت بين الناس نسر ملك الجو ملك. اللهم ملكك الارض والسماء كل ما في الارض هذا وكل ما في الكون
ملك لنا سبحان الله، فماذا صنعنا به؟ فانا عايز اكون يعني نسال الاولاد، نعوض في الاولاد ما لم نعوضه نحن. الاولاد ما شاء الله عندهم قضيه الحفظ ما شاء الله لسن العشرين وسن الخمسة وعشرين، جميل. اين حفظهم لكتاب الله؟ انا اقول لكم اليوم مشروع بسيط كل واحد يعمله في نفسه، اقول لكم كل واحد فيكم فاته قطار الحفظ يحفظ كل يوم من 3 لـ5 آيات، اخر الشهر عنده 150 آية بإذن الله رب العالمين، اخر السنة عنده فضل الله سبحانه وتعالى عددا من الآيات، على 4 سنوات بإذن الله رب العالمين يكون قد حفظ القرآن كله. فيه ناس أعرفهم صنعوا هذا، في ناس أعرفهم عبروا 60 وما كانوا يحفظون إلا جزء عامة، لما بدأوا بهذه البساطة في الحفظ كل يوم من 3 لـ5 آيات، وراجعهم في 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 في, في, في القراءة في النوافل وكده سبحان الله. وبعدين يجي آخر الأسبوع أنا عندي 5 × 7 = 35 آية أسمعهم، وبعدين الأسبوع اللي بعده أصبحوا 70، على آخر الشهر 150، على آخر السنة هكذا سبحان الله 1500، على 4 سنوات أتميت حفظ القرآن بإذن الله. والإنسان الذي يريد أن يحفظ كتاب الله وأن يعمل بما في كتاب الله يتقي الله ويقلل كلام الدنيا، يكثر كلام الآخرة، يكثر ذكر الله، يأكل حلال، يتقي الله، يصير من المؤمنين الذين يخاطبهم رب العباد سبحانه وتعالى عملا، عندئذ يتحول هذا المؤمن من مؤمن نظري إلى مؤمن عملي، من مؤمن سبحان الله يعني بعيد على الهامش إلى مؤمن داخل معمعة الإيمان. يا رسول الله لو أكلت هذه التمرات 3 ودخلت في المعركة صابرا مقاتلا محتسبا وقتلت أدخل الجنة؟ قال نعم. قال إذن إن الحياة طويلة، فألقى بالتمرات 3 ثم دخل في المعمعة سبحان الله ورزق الشهادة. وهذا الأعرابي الذي مجرد أن أسلم سبحان الله وأعطاه الرسول بعد الغزوة شيئا من الغنيمة، قال يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ أنا ما كنتش أبايعك عشان تعطيني شيء، إذن على ما بايعتني؟ أن أدخل مقاتلا صابرا محتسبا فيأتيني سهم غرب في هذا المكان، وأشار إلى مكان معين سبحان الله في رقبته فأرزق الشهادة. في الغزوة التي بعدها جاءه سهم غرب وضع في الموضع الذي حدده بإصبعه، فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله سبحان الله العظيم. هو قال أنا داخل الإسلام عشان أرزق. هذه هي الهمة، أصحاب الهمم. هند بن عتبة تمسك معاوية عنده 6 سنوات، الوليد بن المغيرة وأبو جهل وعقبة وأمية قاعدين، الولد من صغره واضح فيه اللي عندنا مثل صعيدي يقول الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح، يعني الفرخ الصغير ده يبقى واضح الذكاء بيبقى باين. ولذلك انت ترى ان الزوج والزوجة لما يكون بينهم مشاكل وعايزين يخلصوها من بعض على الاولاد، الولد ده ملوش في الدراسة من فاشل، لا هي تقول له غبي زي عمه سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله، البنت دي سبحان الله يعني كده مش متكبرة زي خالتها، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. هند تمسك معاوية، فالوليد ينظر كده يا ويح هذا الغلام لو كبر لساد قومه، لو كبر وزعيم. قالت هند ثكلته إن لم يسد العالم كله. أصبح معاوية هكذا أو لم يصبح؟ ليه؟ لأن الهمة بتاعت هند همة عالية، همة أم حبيبة كانت أعلى من هذا وذا. لما جاء أبو سفيان ليطيل أمد الصلح بين المسلمين والمشركين لما خانوا الصلح وأفسدوه، فلما ذهب إلى علي اعتذر، ذهب إلى فاطمة اعتذرت أن تشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أذهب لبنتي، ذهب إلى أم حبيبة رملة ابنته هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما جاء يجلس عندها أبوها طوت الفراش، قال لما يا أم حبيبة؟ قالت يا أبتي هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس، ولا يجلس على فراش رسول الله رجل فيه نجاسة. قال والله لقد أصابتك شرور كثيرة من بعدي، لكن هي قضية الإيمان عندما تظهر. ابن أبي بكر كان في بدر مع المشركين، ولما ربنا هداه للإسلام يقص على أبيه والله يا أبتي كنت أراك في بدر فكنت أحيف عنك،
انا كنت اشوفك في غزوة بدر كنت ابتعد عشان ايه ابوه سبحان الله. يقول الاب الرؤوف الرحيم صاحب الخلق ابو بكر: والله انا لو رأيتك لقتلتك. ايهما اكثر حنانا، الاب على ابنه ولا الابن على ابيه؟ الاب على الابن، بس الايمان يجب ما قبله. الايمان له اطار اخر تماما، ايمان الايمان له صيغة اخرى تصل يصل بالامر ان يقول عمر ان اسلام العباس احب الى قلبي من اسلام الخطاب، لان اسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي انا، اما اسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله. وهذه درجات الايمان عند هؤلاء الكبار، درجات الايمان عند هؤلاء الكبار الذي يقول فيه ابو بكر: المال الذي نعطيه لك يا رسول الله احب الينا من الاموال التي تبقى في بيوتنا. هذه درجات الايمان. درجات الايمان ان الانسان دائما يقدم العمل الذي ضد هواه على العمل الذي وفق هواه، العمل اللي مع يعني مع الشرع قبل العمل اللي مع الطبع. ألقي يا أم الكريم ولدك تلقيه، ألقيه في اليم ألقيته في اليم، اقذفيه في اليم تقذفه في اليم. هذا الشرع الرباني، لكن طبعها الإنساني. ما الذي يقول لها طبعها؟ إياك أن تلقيه في اليم. هل تلقي امرأة ولدها في البحر وبعدين الله يقول لا يأخذه عدو، يريد كمان هيصل لساحل السلامة؟ لا، يأخذه عدو لي وعدو له. يا الله، رغم هذا هي سمعت كلام الشرع ولم تنصت لطبائع الطبع، فألقت الولد. اقذفيه في التابوت، اقذفيه في اليم، يلقي اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. هنا شرع وهنا طبع. يا إبراهيم اذبح ولدك، هذا ايه؟ هذا شرع. الطبع يرفض، كيف اذبح ولدي في هذا العمر؟ ابراهيم في هذا العمر عبر الثمانين، ولده بلغ معه السعة، وجاءه بعد سنوات ليأتي له بالهدية من الشام. ما الذي جئت به يا أبتي؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. الولد مش يقول والله استنى لما أسأل أمي، أنت انتظر لما أرجع، أنت رجل تغيب علي كم سنة تتركني أنا وأمي في مكان بلقع وتجي تقول لي تعالى أذبحك، هي دي الهدية؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، الإنسان المؤمن هو الإنسان الذي يعرف ماذا يصنع، الإنسان المؤمن الذي يحل ماله. سنة 1912 من 102 سنة حدثت هذه القصة. جماعة حجاج مصريين راكبين السفينة من ميناء السويس إلى ميناء جدة، معهم رجل فقير الحال مع 12 جنيه مصري، كمية في هذا الوقت. وبعدين على السفينة أعزكم الله قرد، نزل القرد، الرجل الحاج طلع السرة بيعد الايه المال بتاعه، القرد خطف السرة وطلع على الساري فوق ويرمي للرجل نص جنيه ويرمي في المية ربع جنيه، يرمي للرجل 10 قروش ويرمي في المية جنيه. في الاخر الرجل يجي 7 جنيه في حجره وخمسة جنيه راحت في الايه في المية، فقعد يبكي. لا في ساعتها لا كريدت ولا بريدت ولا مريدت ولا تروح فيه، وكان بياخدوا معهم الاكل والشرب. فقال العالم له: مالك فيه؟ قال: هذا القرد مال عملية، خطف السرة رمى 5 جنيه في المية وسبعة جنيه في سبحان الله العظيم في حجري. قال له: ما مهنتك؟ قال له: أنا أبيع اللبن. قال له: تغش اللبن بالماء؟ قال له: نعم. قال له: ثمن الماء ذهب إلى الماء، وإنت قد ثمن اللبن. قال له: ستأخذ أكثر من حقك. سبحان الله، أنت غشاش، خدت فلوس اللبن وسبحان الله. فالمؤمن ده واضح المعالم، المؤمن سبحان الله العظيم انسان يعلم سبحان الله ان ما بكم من نعمة فمن الله، وان اصابك مكروه يبقى منك انت، انت اللي زرعت المكروه، انت اللي زرعت الشر. سبحان الله، ازرع الخير تجده. سبحان الله، لن تجني من الشوك العنب. الانسان سبحان الله عندما يستقيم على طريق الله ويكون مؤمنا صادقا يسأل نفسه: هل لو رآني رسول الله سر بي؟ سبحان الله، هل لو رآني أحد الصحابة يسرون بي؟ هارون الرشيد دخل إلى مسجد في بغداد، ولد كده 9 سنوات، فوجد صوتا جميلا وتلاوة جميلة وركوعا وخشوعا، فأنهى الصلاة. قال: يا ولدي من أبوك؟ قال: أبي قد مات. قال: أنت يتيم؟ قال: نعم. قال: أترضى أن أكون أبا لك؟ قال: لا. ها
هارون الرشيد قال يمكن مش واخد باله مني يعني ما فيش لا يعني حاجه علامه ولا. قال اتعرف من انا؟ قال نعم انت امير المؤمنين. قال ولماذا تأبى ان تكون ولدا لي؟ قال ان جوعت تطعمني. هارون ضحك لكن بياخذ في الشرفه يقول للصحابه امطري او لا تمطري. قال نعم. وان عطشت تسقيني؟ قالوا نعم. وان عريت تكسوني؟ قالوا نعم. قال وان مت تدخلني الجنه؟ قال لا. قال دعني لمن يصنع معي كل هذا ثم لا يمن علي. انت تعمل يا عم معايا عمل تيجي تقول لي ده انا كسيتك وعمل، لا الله عز وجل لا يمن علينا، يعطينا سبحان الله العظيم من كرمه ومن فضله ومن جوده ويسترنا، ويجعل سبحان الله من كرمه ان سبحان الله يخبئ، خلي بالك من دي والله، خلي بالك من هذه النعمه على المؤمنين، يخبئ الدفتر اللي في يد ملك السيئات اللي يخصني عنكم، ويخبئ دفاتر السيئات اللي ممسك بها ملك السيئات عندكم عني، فلذلك يحترم بعضنا بعضا بقدر ما ستر الله لا بقدر ما شكر الناس. واضحة دي؟ نعمة، نعمة والله، نعمة تستوجب أن نسجد لله شاكرين. تخيل ده لو واحد بس مسك على الهاتف بس سر من الأسرار، يا الله سبحان الله كيف يطوف بها الآفاق، عرف هنا عن إنسان معين. لكن الصالحين من عباد الله سبحان الله. شريح يقول اصعدي يا أمة الله على المنصة عشان تشهد، ومعها امرأة. صعدت المرأة فأحدثت صوتا ينقض الوضوء. استحت المرأة العربية المسلمة حياء غير طبيعي. شريح الذكاء كله والإيمان كله، المؤمن ده حساس، المؤمن ده عملي. قال ما اسمك يا أمة الله؟ قالت اسمي فلانة بنت فلان. قال أنا لم أسمع، ارفعي صوتك. فلانة بنت فلان، قال ارفعي صوتك أكثر. فلانة بنت فلانة، تقول لمن بجوارك؟ لم يسمع، لم يسمع. لا والله يا بنتي سمع، بس هو مؤدب، هو بس مؤدب، هو الأدب ده طبيعة في المؤمن، طبيعة المؤمن التغافل، هو ده من صفة المؤمنين. هي البيوت بتهدم ليه؟ ما عندناش لا تغافل ولا تغافر ولا تفاضل، بس مش التفاضل والتكامل بتاع الرياضيات، لا، يعني التغافل يعني ايه؟ يعني ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. في اباء فيهم ادب، يجد البنت البالغه ذهبت الى امها لتسر لها كلمه، خلاص يعمل انا مش واخد باله. في اباء الرذاله في دمهم، مالها يا عائشه؟ لا ما فيش حاجه. لا انا عايز اعرف في ايه، وانا انا في ايه في البيت؟ أنا يا عم خلاص الله يرضى عليك، موضوع نسائي، يعني ايه موضوع نسائي؟ لا 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 اله الا الله، ايش دخلك انت في الموضوع؟ لا اله الا الله. ففي ناس يعني جيناته دميها او الفصيله مش A وB، لا رذاله وصفاقه وسبحان. طب لماذا هذا الكلام؟ يا خلي جينات دمك تغافل، اعمل مش واخد بالك. البنت تسر اليه، سبحان الله. الانسان يتغافل ثم يتغافر ثم لا يتعاتب، خلاص ثم يتفاضل. يتفضل يعني يعني يعيش في مساحة الفضل التي في عند الآخر. ولذلك إنما المؤمنون إخوة. كيف تأتي الأخوة؟ بهذا التغافل، بهذا التفاضل، بهذا التغافر، بهذه المودة. عندئذ حقيقة نصير مؤمنين. أحبتي في الله، قد تكون كلماتي سريعة ولكن أنتم تعودتم على سرعتي، ولكن أنا أريد أن أوجز الكلمات الطويلة في وقت قليل. أنا أقول بفضل الله عز وجل، ولا أزكيكم على الله، أنتم عند الله خير من الملائكة، فأنا أرى وموقن أن خيركم يغلب شركم، وإلا لو لم يغلب خيركم شركم، فما الذي يجعلنا نملأ هذه القاعة في مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الفعاليات التي سوف تهل علينا ونستمتع بها مع الحفظة، حتى نشعر أن كتاب الله عز وجل باق الى يوم القيامه. ده الشيء الذي تعمله هذا ليس مجرد حضور الاستفاده، لا، انت بتعمل شيء للاسلام، وحضورك ده حضور للاسلام نفسه. لماذا؟ لان الناس لما تنظر علينا كما يجتمع الناس على مدرجات كذا وكذا، وانتم تفهمون، اجتمعوا على مدرجات الخير سبحان الله. ليه؟ لاننا لو كشف عنا الحجاب لراينا الملائكه تحيط بنا وتذكرنا عند الملك العلام، والله عز وجل
يشهدهم أنه قد غفر لنا ورضي عنا وفتح لنا أبواب الخير وأنزل علينا رحمته. هذا كله من فضل الله، والشكر بعد الله للذين ييسرون لنا مثل هذه الفعاليات ومثل هذه المجالس. سبحان الله. إذن أنا لا أزكيكم على الله، أنتم عند الله خير من الملائكة، لأن المسلم إذا غلب خيره شره يباهي رب العباد سبحانه وتعالى به الملائكة. وأنت في رمضان جزء من هذه المنظومة الملائكية من الفجر إلى العشاء، وبعد العشاء أنت متوقف أيضا، لأنني أقول لا يجب أن يأتيني زميل في رمضان في النهار ويقول لي إن فلان صنع كذا وكذا، يقول يا شيخ أنت ما سمعت الشيخ عمر في المحاضرة بالأمس، الغيبة حرام. أقول لك تعال لي بعد الترويح احكي لي الحكاية. لا إله إلا الله يا ابن الحلال، أنا عايز الشيخ عمر يعلمك شيء أو يفهمك شيء أو يذكرك بشيء. الغيبة حرام في نهار رمضان وفي ليلة رمضان، وفي نهار ذي القعدة وفي ليلة ذي القعدة، وفي نهار فبراير وفي ليلة فبراير، وفي آخر آذار وفي أول آذار. يعني الغيبة حرام على مدار السنة. فإذا أنا من الواجب أن أقول لكم أن المؤمن هو الذي يراجع كتاب الله عز وجل ويرى أن كرم الله سبحانه وتعالى عليه بأن ينادى بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، عندئذ يسمع كلام الله سبحانه وتعالى كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكما سمع عمر إن عذاب ربك لواقع، فشك أو ظن أو أيقن أنه سبحان الله العظيم يعني هو واقع به. عندئذ يعيش الإنسان مع كتاب الله استماعا وتطبيقا وخشية وخوفا. أحبتي في الله، هذا واجبكم إن شاء الله في هذا الشهر الكريم الذي يعني أنا ألزم به نفسي أولا ثم أنصحكم به ثانيا. كل الآيات 89 اللي بدأت بأيها الذين أمنوا نكتبها أو نكتب أرقامها ونشوف إيه الأمر هنا والنهي هنا ونبدأ عمليا في تطبيقها، عندئذ نكون قد صنعنا للإسلام خيرا كثيرا. أحبتي في الله، شكر الله لكم حسن إنصاتكم، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأنا أريد أن أبشر في نهاية المحاضرة كل المظلومين وكل المكلومين وكل المهزومين وكل الذين شردوا من بلادهم أن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين، وهم هنا بيننا إخوة وأحبة وأهل وأصحاب وطن. لا غربة أبدا للإنسان طالما يسمع الأذان 5 مرات ويرى إخوة يذكرونه بالله، والإخوة المسلمين بفضل الله في كل مكان صدورهم متسعة، وهنا الدولة بفضل الله تسع الجميع بكرم الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول الإنسان عندما يأمن تصير الغربة له وطن، الأمن في الغربة وطن والقلق في الوطن غربة، وطنك حيث تأمن، فمن أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حجرته الدنيا بحذافيرها. جزى الله خيرا القائمين على أمر دولة الإمارات العربية المتحدة أن تؤمن هؤلاء جميعا الذين أتوا من بقاع الأرض من هنا ومن هناك، فأمنوهم هنا في البلاد وسبحان الله كانوا معهم، والمحسنون لم يتوقف عطاؤهم عن هؤلاء لأننا نشعر أن هذه حقوقهم عندنا، لا نتفضل عليهم بالعطاء ولا نتفضل عليهم بإقامات، وإنما نحن نعطيهم حقا من حقوقهم. فالآمن في الغربة وطن، وأنت لست غريبا طالما أنت بين أهلك وإخوانك، فالإسلام جمع تحت عباءته بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبو حامد الغزالي الأفغاني ومالك بن نبيل الجزائري وابن باديس سبحان الله العظيم، هؤلاء كلهم نصروا الإسلام. فالإسلام لا ينتصر بصنف دون صنف، ولا لا نعرف لا الجنسيات ولا العرقيات، إنما المؤمنون إخوة. إذا حققنا هذا فنحن فعلا من الذين سوف يبشرهم رب العباد عز وجل. بشرنا الله إياكم بحسن الخاتمة وأمن هذه البلاد وكل بلاد المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.